السلام عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينة زيد محمد طارق أبو العريبي إذن زار ملعب تيزي وزو صبيحة اليوم، ووقف على كل ورشات نتاع اللي بقات يعني منها الداخلية وكذلك ورشات خارجية في قضية التهيئة. إذن الملاحظ أنه يعني الأشغال يعني بصفة عامة وصلت إلى نهايتها، وبقات آخر الرتوشات قبل التسليم تاع الملعب هذا، واللي حقيقة يعني يعد واحد من أفضل الملاعب في إفريقيا. بدون إطالة في الوقت نخليكم تتابعوا بقية الزيارة تاع الوزير إذن إلى هذا الملعب، والسلام عليكم.